التنين 1 حزيران حلقة رقم 1. عنواننا اليوم مريم تقودنا إلى قلب يسوع. بعد ما تأملنا خلال شهر أيار بفضائل مريم العذراء، رح نتأمل بقلب ابنها الإلهي. مثل يلي بينتقل من رؤية الشجرة إلى التمتع بثمرتها، فيسوع هو ثمرة أحشاء مريم. مثل ما قالت إليصابات بإلهام من الروح القدس، مباركة ثمرة بطنك. فمن الطبيعي إذن أن يقودنا التأمل بالعذراء مريم، من التأمل بالعذراء مريم إلى قلب يسوع ابنه. فمن خلال انجذب يسوع إلينا من السماء، فإذا اقتربنا منه رح نوصل إلى يسوع. فالعالم ما بيعرف يسوع إلا من خلال مريم، مثل ما بيقول القديس برناردوس إن مريم خاطفة القلوب، فقد خطفت أولا قلب الله إليها، وهي تخطف كل يوم قلوب بني البشر لمحبتها الوالدية لتقدمها لله. فلنسرع إذن إلى مريم، راجينا منها أن تقودنا هي إلى قلب يسوع لنتأمل فيه هذا الشهر المقدس ونعرفه حق المعرفة، فنزداد حبا له وننال وعوده الصادقة. يا يسوع الوديع ومتواضع القلب،